باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يدي نعمة ويدي بركة في موضوع صغير زي ما اتكتب ليكم، وهو كثرة الغلة بقوة الثور. لو فيكم حد كان قرأ وطني الحد اللي فات، كان نزل مقالة ليا عنوانها كده: حيث لا بقر فالمعلف فارغ. وكنا بعتنا برضو اللينك بتاع المقالة كاملة، لأن وطني شالوا منها جزء كبير فأخل بالمقالة خالص. فأنا كنت بعت اللينك، والأخت نيفين كانت عملته، بعتنا اللينك فيه المقالة كاملة، أرجو أن يكون كلنا يعني قريناه أو حاجة. حيث لا بقر فالمعلف فارغ. احنا هنعمل سلايد معينة، ما هياش الموضوع كله، مش بكتب انا على الباوربوينت كل حاجة، ده هنحط بس الايه الشرايح اللي فيها ايات عشان الوقت. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، لما بنرجع لاصلها في الانجليزي مكتوب كده: where there are no oxen the manger is clean but abundant crops come by the strength of the ox. ودي معناها ايه؟ المنجر هو المزود. يعني لو قريتوا عن الميلاد تلاحظوا ان المزود في اللغة الانجليزية معناه منجر. فالكتاب بيقول انه لما يبقى مفيش ابقار يبقى معناها انه الايه؟ المزود فارغ، ولكن كثرة الغلة بقوة الثور. المقالة الأولانية كان الهدف منها إنه نصور أورشليم إنه كانت فيها حالة كتيرة من الفوضى، وكانت فيه أبقار كتيرة. وخد بالك هنا يقصد بيها الأبقار الذكور اللي هي الثيران، يعني البقرة الأنثى اسمها كاو، لكن ده اسمه أوكس معناها ثور، ذكر البقر يعني. فلما يبقى فيه أبقار كتيرة موجودة في اورشليم او موجوده في بيت لحم او موجوده في اي مكان او موجوده في كنيسه، اما يبقى في ابقار كتيره وعماله في حاله من الفوضى والتشويش والاحتفاظ بشكل بس من اشكال العلاقه مع ربنا او اشكال الخدمه او اشكال التعليم او اشكال التدين، ونبص نلاقي المزود فارغ نظيف، يعني معناها ان الابقار دي ما بتعملش حاجه. حالة من الفوضى وحالة من الايه؟ المشغولية، اللي بيسموها في المثل البلدي عن الرحايا يقول لك ضجيج بلا طحن. يعني ايه؟ عمالة تلف على الفاضي، ها؟ وتدور بقى على انتاج، ما تلاقيش انتاج. كنت صورت ان دي هي حالة البشرية يعني قبل ايه؟ قبل ما ربنا يسوع المسيح يتجسد. اورشليم امتلأت على فكره بالمعلمين، عشان كده بنلاحظ في خدمه ربنا بنلاحظ انه كان فيه حوارات كتير وصراعات كتير بين ربنا وبين كل طوائف اليهود، ان كانوا الفريسيين او الكتبه او الناموسيين او الصدوقيين. اي حد كان بيتكلم واي حد كان بيقف وبيعمل نفسه يعني محامي عن الناموس وعن الشريعه وفاهم اكتر من الكل في الناموس وفي الشريعه، لدرجه ان هم كانوا بيعدلوا على ربنا نفسه. ومع هذا لما نيجي ندور على المعلف اللي المفروض ان هو بيتقدم فيه غذاء للناس، غذاء للشعب، كنا بنلاقي المعلف ايه؟ المعلف فارغ، مفيش غذاء بيتقدم للشعب. فكانت الفكره بتاعت المقاله فكرة تأملية، انه مزود بيت لحم ده مزود محظوظ ومعروف. انا شخصيا بقول انه معروف في خطة ازلية، انه هتيجي اوقات هيبقى المعلف الروحي بالنسبة لشعب اسرائيل وبالنسبة للبشرية، هيبقى المعلف الروحي ده فارغ ينتظر أن يولد فيه
من يأتي بغلة وفيرة حقيقية. الفكرة واضحة ولا مش واضحة؟ عشان كده اتولد ربنا يسوع ايه؟ في المزود. القصة مش بس قصة اتباع، ومش بس قصة انه دخل من الباب الضيق بتاعنا، كل ده كلام حلو طبعا، بس من ضمن الايه؟ من ضمن التأملات او من ضمن الدروس انه الآية بتاعت سليمان دي، حيث لا بقر فالمعلف ايه؟ فارغ. في ابقار كتيرة، طب فين الغلة؟ مفيش غلة. الجزء الاولاني من المقالة كانت هي دي، كويس قوي، مجرد شكل، مجرد علامة خارجية للحياة، لكن مفيش اي ثمرة من جهود هذه الثيران الكثيرة التي ملأت اورشليم. مفيش اي انتاج يقول ان هذه الثيران او هذه الابقار بتعمل حاجة. ايه الدليل اللي عندك يا ابونا؟ المعلف ايه؟ فارغ. الابقار كانت تعلم تماما ان الغلة هي بقوة الثور. موضوع اللي هناخده النهاردة بنعمة ربنا ان كثرة الغلة بقوة ايه؟ بقوة الثور. لما نيجي نشوف المعلف الفارغ له سمات كده في سطور هتنزل قصادكم دلوقتي، دليل على انه لا عمل للابقار. خلاص ابقار زحمة الدنيا وما فيش عمل لها خالص، فوضى وتشويش ومظاهرة وزحام بلا ثمر. يعني تخيلوا مثلا لو كنيسة فيها خدام عددهم 200-300 وكل واحد مشغول بخدمة وعمال يجري شمال ويمين ويتخانق على هدايا ويعمل كذا وعمال رايح الخدمة وجاي من الخدمة، وبعدين تبص على ثمر توبة في ولاده مفيش، ثمر تعزية في ولاده مفيش، علاقة حلوة مع ربنا مفيش، وكنيسة تبقى كنيسة عقيمة لا طلعت خادم عليه القيمة، ولا طلعت في يوم من الايام شخص كده تكرس بتولا لخدمة معينة، ولا طلعت مش عارف ايه، ولا 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 ده ما عرف ايه؟ فارغ، فاضي. تعبنا كلنا وما عملناش حاجة، ما ملناش المعلف. فبالتالي الجموع ما لقيتش غذاء، فلما ما تلاقيش غذاء تتباعد عن ايه؟ تتباعد عن المعلف، تبحث عن مكان يكون فيه غذاء. العلامة الثالثة انه شكل تدين بلا نتاج حقيقي داخل النفوس. طبعا لان الابقار اللي مش شغالة دي اللي بتزاحم المؤمنين العاديين، المؤمن عايز يروح ناحية المعلف عشان ياخد واحد يمسك منهم ويروح يلاقي المعلف يهاجر، يا عم ارجع يا عم ده مفيش حاجة عند الناس دي. تبص تلاقي اجتماعاتنا بتفضي، كنايسنا بتفضي، الناس دي ما عندهاش حاجة تتقدم، ما عندهمش حاجة تتقدم، ده شكل بس، دي هيصة بس، دي فوضى بس، ده المعلف الفارغ. ليس في الأبقار ثور واحد يعمل بقوة ليصنع غذاء أو غلة فيمتلئ المعلف. عايزين الهيصة دي كلها عايزين تختزل في ايه؟ تختزل في واحد جد، في واحد جدع، ثور قوي يشتغل صح، ولما يشتغل صح هيبقى فيه كثرة ايه؟ كثرة غلة. احبائي ده حال البشرية قبل التجسد وقبل ميلاد ربنا يسوع المسيح. هاخد درس صغير من نحمية. نحمية نظر الى اورشليم ورآها معلف فارغ. نحمية نظر الى اورشليم ورآها معلف ايه؟ معلف فارغ. وفراغ المعلف في اورشليم كان سببه كلنا عارفين، نتاج سبي بابل اللي تم 586 قبل الميلاد، نبوخذ نصر ساب اورشليم مهدوم الاسوار والابواب محروقه والمدينه منهوبه. تخيلوا فيها ابقار، بس الابقار دول الفئه اللي بيسموها في التاريخ اغنياء الحروب، اللي هم ايه؟ يغتنون على الخراب، ناس عايزين يفضل الوضع الخارب ده مكرسا، لان هما ده التجارة بتاعته، اللي يجي علشان يجدد يبني يرمم السور يرمم الابواب ده نقول له انت جاي غلط، انت جاي تشتغل، انت جاي تملى المعلف،
انت جاي تنقل البلد دي من الحال اللي احنا منتفعين منه الى حاجة تاني، لا ده ما ينفعش. وضع كان رهيب خالص. شوفوا المعلف بتاع اورشليم، بتاع اورشليم ازاي كان فاضي، برضو في سلايد تاني هنلاقي فيها الوضع ده بيتوصف. مدينة منهوبة، مدينة منهوبة، معلف اورشليم الفارغ. قصدنا الآية، قالوا لي، ما هو بقى موجود هناك في شوشن القصر في بابل، وبعت يسأل، قالوا له ايه؟ قالوا له الباقين، طبعا انا بكلم خدام فاهمين ان ده من سفر النحمية، وكلكم حافظين القصص دي، بس بربطها مع بعضها عشان اوضح لكم الفكرة بتاعت سليمان. قالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور اورشليم منهدم وابوابها محروقة بالنار. سمع كده من حناني لما راح وقال له هذا الكلام، فدخل على الملك وهو مكمد الوجه، يعني مكشر خالص كده. قال له انت مالك زعلان ليه كده؟ قال له ازاي يعني ليحيى الملك الى الابد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار. شوفوا الفراغ كان وصل الى اي حد، بقت المدينة بيت مقابر ابائي. يعني تحول المزود او المعلف من مكان للحياة بقى مكان للموت، بيته مقابر ابائي. فراغ وحالة من البؤس ما فيهاش بعد كده كلام. وبعد كده لما جاء بقى الملك اداله رسائل وراح ورجع لحامية وهيبتدي الشغل، وقف يقول للشعب اللي معاه ايه؟ يقول لهم قلت لهم انتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف ان اورشليم خاربة وابوابها قد احرقت بالنار، هلم فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عار. واخبرتهم عن يد الهي الصالحة علي، وايضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا لنقم وايه ونبني، وشددوا اياديهم للخير. كلمة بقى نقم ونبني وشددوا اياديهم للخير، ده بالظبط النقلة اللي احنا عايزين كلنا ايه نتكلم عنها. معلف فارغ بيوصفه الكتاب، وبعد كده بنشوف نحمية ازاي هيملى ذلك المعلف. روح على نحمية 8، موجود برضو شاهد يقول لك كده، وامتلى بقى المعلف، اشتغل بقى نحمية، اشتغل نحمية، ده ذلك الثور القوي اللي لقط من سليمان كثرة الغلة بقوة ايه؟ بقوة السور. سور واحد قوي يجر وراه ثيران كثيرة ويعلمها الشغل، ويعلمها الشغل. بنى السور، رمم الابواب بحكمة غير عادية، وتعالوا شوفوه بيحتفل مع الشعب بالمعلف وقد ايه؟ وقد امتلأ غذاء. الفكرة وصل لكم؟ المعلف وقد امتلأ غذاء. يقول ايه؟ قرأوا في سفر شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. ونحمي قال الترشافة، الترشافة لفظ فارسي معناه الوالي، لأنه لما رجع الملك اداله لقب الوالي، لأنه كانت أورشليم ولاية فارسية في ذلك الوقت. من محبة الملك لنحمية وهو راجع اداله اللقب ده، قال له أنت هتروح هتعمر أورشليم وتبني السور وترمم الأبواب وترجع السكنة للمدينة وتدب فيها الحياة، وانا بعدت قبلك 50,000 مع زروبابل ومع عزرة، يبقى انت الوالي بتاع المدينة دي. فرجع يقول كده نحمي اي الترشاشة، وعزرة الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب، هذا اليوم مقدس للرب الهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لان جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحل وابعثوا أنصبة لمن لم يعد لهم، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا
ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم به. نحن أمام معلف امتلأ، نحن أمام أبقار كثيرة تعلمت الشغل من خلال ايه؟ ثور واحد قوي عرف تماما ان كثرة الغلة بقوة الثور، فاخد قوة ورجع بيها حرك كل الابقار اللي كانت منتظرة العمل، ملهاش ليدر، ملهاش واحد يعلمها شغل، في لويين وفي 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 وفي، حتى عزرة لما رجع ملقاش في زروبابل القوة اللي تخليه يكمل، فسكت مستني مين؟ مستني نحمية الثور القوي اللي هيملى المعلف بالشكل اللي اتقرا قصادكم دلوقتي ده. المعلف امتلأ ولا ما امتلأش؟ فرح وغذاء، كلوا السمين واشربوا الحلو. اي معلف ده اللي يتملي بالسمين ويتملي بالحلو اللي يكفي كل الناس التي تقصده، وفي الوقت نفسه كمان خدوا لمين؟ خدوا للي ما قدرش يجي. ده اصبح المعلف حركه، حركه حياه وحركة بركة وحركة ثمر موجودة في أورشليم بسبب تعب مين؟ بسبب تعب ايه؟ بسبب تعب نحمية. ده بالنسبة ايه للقصة. يبقى هنا نحمية كان بالنسبة لأورشليم ذلك الثور الذي أشار إليه سليمان، المصلح العظيم الذي يشغله حال البشر ولا يعجبه حال المعلف الفارغ، يزعجه بقى ان يشوف العقول فاضية او الابقار عمالة هائمة لا يعني لا 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 تهدأ. انا كاتب كده ابقار تائهة منزعجة مستكينة عاجزة، جوع وهزال، تريد الغلة، تريد من يقيمها من انكسارها. طيب يا ترى نرجع بقى للثور، ماذا يفعل الثور كي يمتلئ المعرف؟ في سلايد اسمها ادوار الثور، ما هو في ادوار بيعملها الثور. الثور اول حاجه يجهدوه في حرث الارض، جور النحرات، حاضر. وبعد كده يروحوا بذرين البزار يقولوا له يلا دور الساقيه هات لنا الميه، يروح واخدينه من المحرات حاطينه يدور ايه؟ يدور الساقيه، يجيب لهم المي. خلاص احنا كده حرتنا وروينا وبذرنا وروينا، تمام. طب عايزين نقدم ذبيحة، هاتوا الثور ده نقدمه ذبيحة. طب عايزين ناكل، هاتوا بقية لحمه وناكله. ساعتها المعلف يمتلئ غذاء. ودي الفكرة احبائي اللي بنيت عليها ان انا ادرس هذا الامر في الميلاد، كيف ان ربنا يسوع المسيح وذلك القوي الذي اتى الى معلف بيت لحم الفارغ، الذي اتى الى معلف بشريتنا الفارغ، كنا كلنا عاملين زي الابقار التائهة، فينا من ادعى انه معلم، من ادعى انه يعرف وانه عالم شريعة وانه ناموسي او كاتب او لكن كل دول لم يستطيعوا ان يملأوا الايه؟ المعلف الفارغ. زي ما قلت حتى في المقالة الاولانية، قلت حتى الكهنة ورؤساء الشعب لما هيرودس قال لهم اين يولد المسيح، على طول قبل ما يكمل السؤال قالوا له في بيت لحم اليهودية، لانه مكتوب وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين ولايات يهوذا. ليه؟ لان منك مدبر يخرج يرعى شعب اسرائيل. يا نهاركم عارفين. ولم يكلف احد خاطره ان يذهب مسيره او مسافه 5 كيلومترات ما بين اورشليم وبين بيت لحم لكي يرى ذلك الذي يملا فراغ البشريه كلها. محدش كلف خاطر، قالوا له في بيت لحم روح انت دور عليه. ده انتوا حافظين، ده انتوا عارفين، بس محدش فيكم سعى ان هو يتعرف عليه، وهو المفروض انه انتظار البشرية كلها، المفروض انه هو مشتهى كل الاجيال او مشتهى كل الامم.
ازاي ما تعبتوش نفسكم ورحتوا ايه ورحتوا علشان خاطر تشوفوا ذلك ايه ذلك الذي يملأ المعلف. تعالوا نطبق الادوار بتاعت الصور دي على ربنا يسوع المسيح ونشوف ازاي اشتغل ربنا يسوع المسيح. قلنا اول حاجة يحرث ايه؟ يحرث الارض. انا بقول اتى يسوع يحرث ارضنا، ما هو مش جاي يتولد في مزود وخلاص، ده هيملاه قوة وبركة وغذاء، هيشع من هذا المعلف غذاء للحياة الابدية. وعايزك تاخد بالك عشان ما تفهمنيش غلط، ليه الكنيسة سمت حجرة القربان بيت لحم؟ هتفهمها بعد شوية، هتفهمها بعد شوية، هتعرفها بعد شوية صغارين. أتى يسوع متجسدا يحرث أرضنا، مر فيها، علم وفضح، فضح رياء الرؤساء، قلب قلب الإنسان على الإنسان، خلى الإنسان منزعج من نفسه، دي عملية حراسة، خلى الإنسان مش طايق نفسه. إيه اللي أنا بسمعه ده شيء بيغير جوايا حاجات كتير، دي عملية حراسة. حرك الشعب مش على الرؤساء، هم أساسا الرؤساء كانوا فاسدانين، لكن حرك الشعب، خلى الناس تجري وراه وتسمع، لأنه شايفين كلام بيمثل غذاء. كل ده أنا سميته حراسة إيه؟ حراسة لأورشليم. كما يقلب المحراث الأرض، انكشف ما في قلب الإنسان من فساد، أضاء المسيح على الجيوب المظلمة في الضماير، دي عملية حراسة عملها المسيح كدور من أدوار الثور. دعا إلى التوبة مرارا، رأيناه جائلا في أورشليم في اليهودية باتساعها، وفي الجليل بأطرافه، المسيح وصل لغاية آخر قرية فوق في الشمال في الجليل. كل ده عملية ايه؟ عملية حراسة، مش عايز يسيب قطعة او بقعة منك يا فلسطين الا ويحرسها ويعلم وايه ويطوف كل هذا الكلام. عشان كده نقرأ شاهد موجود في سلايد قصادكم، يسوع يحرس ارض اليهودية والجليل. واحد، كان يسوع يطوف كل الجليل، كل الجليل، يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا. سوريا في الوقت ده كانت تبع الامبراطورية الرومانية برضه، وكانوا من اعجابهم بالتوسعات فكانوا يعتبروها تبع فلسطين. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، الناس اللي ملقوش حل عند المعلمين، عند الأبقار التائهة المنزعجة اللي مش لاقي حاجة تعملها بس بيدعوا إن هم معلمين، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. العشر مدن دول عشر مدن لهم أسماء يونانية كان الإمبراطورية الرومانية احتفظت بها من أيام ما أنشأهم الإسكندر الأكبر أيام الإمبراطورية اليونانية. شاهد تاني، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع، شوف بقى المعلف الفارغ بيعمل ايه في الناس، لما رأى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. يا امال الناس اللي مالية اورشليم دول كانوا بيعملوا ايه؟ تخيلوا المسيح لو جه زار كنيسة ما، مش عايز اقول كنيستنا، احنا عندنا اسم الصليب رعاية، ربنا يبارك الاباء ويبارككم. تخيل لو نزل المسيح كنيسة فيها 400 خادم وفيها 20 كاهن، وبص لقى الناس مكسحين روحيا، يعني مكسحين وتعبانين وضعفانين ومش طيبين وقلقانين، ويبص وشهم كده، ايه البؤس اللي انتوا فيه ده؟ ايه ده؟ الكنيسة دي ايه دي؟ ايه البؤس ده؟ ايه الناس دي؟ ما عندهاش حد بيعلمها حاجة؟ ما عندهاش حد يحن عليها؟ ما عندهاش حد يدي رجاء؟ ما فيش واحد يقف ويعمل حاجة مع الناس دي؟ المسيح عمل كده، بس لقى ده الواقع، معلف فارغ فارغ.
كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل ايه؟ قليلون. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل ايه؟ فعل لحصاد. عارفين ما بين اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده وما بين الحصاد الكثير كان هناك المعلف الفارغ. انا عندي حصاد كثير يا اولاد، انا عندي شعب كتير عايزه يجي، عايز له ناس كتير تشتغل، عايز فعل لحصاده، مين يجي معايا نملى الايه؟ نملى المعلف، نملى المعلف ونجري بالمعلف، نخرج بره اورشليم، نوصل الغذاء لكل الناس، عشان ده هدف الكرازة. معلف هيجري، بقول لكم يشع من كل الارض غذاء روحيا ومياه روحية تروي الاراضي كلها، ويبقى ده ساعتها كثرة الغلة بقوة ايه؟ بقوة الثور. وصلت ولا لسه؟ هنكمل، هنكمل مع بعضينا. طيب لسه المسيح بيحرت، لسه المسيح بيحرت. السلايد اللي بعدها في مرقس 6: تعجب من عدم ايمانهم. دي حراسة. وقف، دخل الناصرة حيث كان قد تربى، قال له اطلع بره. طردوه مرتين من الناصرة. نظر عليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، ومرة تاني المرة دي تعجب من عدم ايمان. على فكرة دي برضه عملية حراسة، عشان بعد كده لما الناصرة حيث كان قد تربى تشوف مدن بتقبله، زي بيت صيدا او زي كفر نحوم. ده المسيح خلى العاصمة بتاعت الجليل اللي يتحرك فيها كفر نحوم، مع انه انتسب الى الناصرة، عشان الناصرة اللي رفضته بعد كده لما لقي كفر نحوم المسيح بيروحها باستمرار ويبيت فيها باستمرار، او بيت صيدا او تغار، وتقول لنا ازاي طردته ودي قبلته. فالمسيح خرج، ودي برضه عملية حراسة عشان يواجه الانسان مع نفسه. وإلا بقى في متى 23 الحرت الاكبر لما قعد يقول للفريسيين: ويل لكم ايها الكتبة والف. دي سكينة محرات اندبت في قلب كل فريسي متكبر مرائي، بيقول له انت البعيد ضايع، انت ضايع، انت خسارة على اورشليم، لان كل نشاط بتعمله بتفرغ المعلف اكتر. عشان كده خدوا ويلات قد كده. الرياء وحش، يغضب ربنا. ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تعشرون النعناع والشبث. على فكرة اسمها الشبث مش سبت، ها؟ والشبث والكمون، وتركتم اثقل الناموس، الحق والرحمة والايمان. كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ايها القادة العميان، ابقار عمياء، ثيران عميان، ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. مش دي عملية حراسة؟ عمال يقلب، يقلب في الارض، يقلب في القلوب، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يعدلها ويصلحها. حراسة في الكل. الدور الثاني، الدور الثاني للثور قلنا ايه؟ بعد البذر. تعالوا نشوف البذار. ربنا يسوع المسيح كلما حرث ارضا بذر فيها ايه؟ بذاره. يقول كده: كان يسوع يطوف المدن كل الجليل يعلم في مجامعهم. الشاهد اللي قبله كان من مرقس، هنا بقى من متى، عشان في عليها اضافه شويه، اضافه التعليم، اضافه البذر على الحراسه. كان يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبروه في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وجعل مختلفة والمجانين والمصروعين، فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم ومن غير الأردن. كله جه عشان إيه بقى؟ عشان يسمع، عشان يسمع. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس
تقدم إليه تلاميذه رتبهم وقعدهم ففتح فاه وعلمهم قائلا الموعظة على الجبل اللي أخذت من متى ثلاث إصحاحات كاملة، متى 5 و6 و7، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يبقى فيه حراسة وفيه ايه؟ بذر. التور بعد كده بيعمل ايه؟ بيعمل المية. بس شوفوا المسيح، انا قلت كلما حرث ارضا القى فيها بذار الكلمة، تعليم وارشاد وهداية. قدم تعليما لم تسمعه الناس من قبل، لدرجة انه قال في يوحنا 10: جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. دي الافكار الايه؟ اياها المشوشة الفوضوية اللي لهم شكل بس تعليم وقيادة وما بيعملوش حاجة. قدم تعليما لم يسمعوه من قبل، اثار هذا دهشتهم من طفولته وهو يبهر المعلمين. فاكرين لما تاه بالنسبة يعني ليوسف ومريم ولقوه في الهيكل، هو قاعد بيعمل ايه؟ ابن 12 سنة قاعد بيعلم في الهيكل. يقول لك وكان يكلمهم كمان له سلطان. ايه ده؟ ده تعليم. في مجامعهم كل حواراته معهم كان يجيبهم ويفحمهم، حتى الاسبوع الاخير من حياته في الجسد ومن فوق الصليب كان يعلم. كانت البذار تلقى منه على الارض من على الصليب وهو بيقول يا أبتي اغفر لهم، كان يعلم عن الغفران. وهو يقول إله إله لماذا تركتني، كان يلفت نظرهم إلى أن هناك مزمور اسم المزمور 22 بيتكلم على هذا الكلام. بصوا للي بين إيديكم يا جماعة، داود سبق وقال عني إله إله لماذا تركتني، حتى لما قال في يديك أستودع روحي كان يعلم أيضا أننا في الحقيقة الموت بالنسبة لنا نحن إيه؟ نستودع أرواحنا في مين؟ في يد الله. حتى لما قال قد أكمل برضو كان بيعلم لغاية آخر لحظة من حياته بالجسد. كان إيه؟ كان يلقي بذارا على الأرض التي سبق وإيه؟ سبق وحرسها. بعد ما الثور بيحرث يبذره بعدين إيه؟ يروا. تعالوا شوفوا المسيح جاب المية إزاي. جاب لهم مية يقابل السامرية، واخد بالك؟ يقابل السامرية. أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فأنه لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أنا أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. تعالي يا بنتي أنا عندي المعلف مليان، هتاكلي وتشربي، بس تعالي نمشي واحدة واحدة. أنا أحرث القلب الأول، وبعد كده نرمي بذار الكلمة، وبعد كده أديك الماء الحي. حرث قلبها ولا لأ؟ ده حرث ماضيها، ده جابها من جوه قوي، ده قلب قلبها عليها، خلاها قالت له كل حاجة، خرجت تقول قال لي كل ما فعلت، واشتهت هذا الماء. لا بس استني شوية، نكمل التعليم. تجيبي جوزي عشان نعرف الحكاية كلها، وبعدين تاخديني بقى السامرة اخش المدينة معاكي ونقعد وهم كمان يسمعوا ونحرت بالمرة وتسمعوا، وفي الاخر البلد كلها تفرح لانها تتعرف على الخلاص والمخلص الذي يملأ ايه؟ المعلف. وفي يوحنا 7 يقول: في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ايه؟ انهار ماء حي. انهار ماء حي، اتكلم عن الروح القدس اللي ناوي بقى كان لما هيجي نؤمن بيه. الله، ده احنا كده بنخش في دور من ادوار السور بقى بتاع الميه، عمل الروح القدس اللي المسيح جابه لنا. واصله ولا مش واصله؟ تعالوا بقى نخش ايه في اخطر مرحله من مراحل حياه السور، حينما يريدون تقديم ذبيحه فلن يجدوا
اصلح من هذا الثور، هاتوا ده، ده اللي ينفع، ده اللي هنذبحه، ده اللي هنذبحه، لانه امين، امين في الحراسة وامين في جلب المية. ده لما حارت الارض حارتها صح، ولما جاب دور الساقية دورها صح، غرق ارضنا، هو ده اللي هينفع يبقى ذبيحة امام الله. يروح جايبين الثور وايه وذبحينه. الدور الثالث من ادوار الثور، الذبيحة، يسوع الذبيح. من ذلك اليوم ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. الثور يقترب الى الذبح، خلاص، لانه عارف تماما ان المعلف سيمتلئ لما يكمل الثور ادواره. ارجو تكونوا صحصحين معايا. نروح بقى على الذبح نفسه في يوحنا 19. انا جايب مجموعة ايات، مش نص متواصل يعني. حينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلدهم، وضفر العسكر اكليلا من شوك وضعوه على رأسه، فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب. فاخذوا يسوع ومضوا به. الاول جلدوا، وبعد كده العساكر حطوا اكليل شوك على راسه، وبعدين اخذوه ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه. يبقى يجر المحرات ويدور الساقية ويشيل الصليب. فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه، من هنا ومن هناك، ويسوع في الوسط. ويسوع في الوسط. الصلب ده بقى الايه، دون تفاصيل انتم تعرفونها جيدا، مش هتكلم عليها. كيف صار يسوع ثور الذبيحة؟ وبقيت وظيفة اخرى بقى للثور. اخر وظيفة كانت ايه؟ حد فاكر؟ خلاص، الذبيحة كانت بتعمل ايه؟ قدموا ذبيحة، وبعد كده اللي بقى يبقى ايه؟ يبقى طعام. كده بقت واضحة خالص خالص خالص. ربنا يسوع المسيح وهو عالم تماما بكل ادوار الثور، من حراسة للارض وتدوير للساقية الى تقديم نفسه ذبيحة، اشرع لينة الامه، سبق وقدم جسده لنأكله ودمه لنشربه. يقول الكتاب في يوحنا 6: انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله عن حياة العالم. فقال لهم يسوع، برضو دي ايات مش نص متواصل، فقال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية، وانا اقيمه في اليوم الاخير، لان جسدي مأكل الحق ودمي مشرب الحق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه. من يأكلني فهو يحيا بي. من يأكل هذا الخبز فانه يحيا ايه؟ يحيا الى الابد. قدم يسوع نفسه ثورا مذبوحا لكي يمتلئ المحلف. افخارستية معجزية، معجزة ما تسألش ازاي، من فضلك ما تسألش ازاي وما تتهش. الابقار وهي رايحة تاكل ما بتقولش ايه ده، هي مصدقة ان الراجل اللي قانيها بيحط لها الاكل بتاعها، صح؟ ما بتسألش، دي جعانة بتاكل. وانت جاي المعلف كل من غير ما تسأل. اصبحت الكنيسة هي ذلك المعلف
الذي امتلأ بالغنى، الذي امتلأ بجسد ربنا ودمه، اعظم غنى واعظم نعمة موجودة فيك يا ارثوذكسية، المعلف جسد ربنا يسوع المسيح ودمه، الثور الذي عرف ادوار الثور ايه تماما. بقت الكنيسة هي ذلك المعلف الذي امتلأ غذاء لكل الشعوب، واما الغذاء فهو ايه؟ هو جسد ربنا يسوع المسيح. ارجع ثاني واقول لكم، عرفنا ليه الكنيسة سمت غرفة القربان بيت لحم؟ عارفين ليه ولا مش عارفين ليه دلوقتي؟ بناخد منها الايه؟ الحمل اللي على المذبح يبقى ذبيحة جسد ربنا يسوع المسيح ودم. تبقى الكنيسة هي ذلك المحلف المشبع، المشبع اللي مليان من ساعة ما المسيح صعد وارسل الروح القدس وتأسست الكنيسة، وبقت في الكنيسة مذابح، وبقى في الكنيسة ذبيحة، وبقى في الكنيسة كهنوت، واصبحت الكنيسة مشبعة لإيه؟ مشبعة للكون كله. ولو قابلت سليمان قل له عندك حق يا سليمان، انه يعني حيث لا بقر فالمعلف فارغ، ولكن كثرة الغلة بقوة الثور. قل له اشكرك يا سليمان عشان انت شاورت لنا على ان احنا محتاجين ثورا قويا جه يا سليمان نعرفه وامنا بيه وقبلنا خلاصه، وعرف هو تماما بأمانة كاملة كل أدوار الثور وأداها كاملة، من حراسة للأرض، بذر البذار، ري الأرض، جلب المياه وري الأرض، وفي الآخر تقديم نفسه ذبيحة. والعجيب بقى أحبائي إن المسيح من محبته خد الدور بتاع الثور، خده قبل وبعد الذبيحة، يعني قبل الصليب ذبح نفسه عشان يضمن إن المعلف يفضل بعد كده إيه مليان، ذبح نفسه ودانا ناكل ونشرب دمه عشان خاطر يبقى بعد كده الكنيسة بالإيمان تحيا هذه الحياة وتشبع هذا الشبع. طبعا سليمان اشترط لكثرة الغلة قوة الثور، اشترط لكثرة الغلة ايه؟ قوة الثور. قال كده كثرة الغلة بقوة الثور، غني عن التعريف وغني عن الكلام كيف ان ربنا يسوع المسيح هو الاله القوي. لما حرس الارض بتعليم وبنشاط كان في غاية القوة، هو الاقوى، حتى يقول كده لما بيتكلم على اللي يقدر يدخل بيت القوي وينهب امتعته، الاقوى يخش ويربط القوي ويحرر ايه سباياه. المسيح عمل كده لما راح البرية للتجربة كان الاقوى، ولما علم كان بيعلم بقوة، مش بس القوة في صنع المعجزات، ولو ان اسمها برضو قوات ومعجزات، مش بس القوة في كده، ده كان قويا في عمله، كان قويا في كلامه، كان قويا في صمته، كان قويا في صلاته، كان قويا في كل ما فعله، قوة غير عادية. عارفين ليه؟ ببساطة لأنه القوة ذاتها المسيح هو قوة الله، هو قدرة الله. تخيل الله خلى قوته تتجسد في المسيح وهو قوة الله عشان احنا ننتفع، عشان يملأ المعلف بلغة الايه؟ بلغة العظة بتاعت النهاردة، يعني هو إلهنا القوي بل الأقوى بما لا يقاس من كل قياسات القوة، ومقابله تتضاءل وتتخاذل كل قوة وتنهزم كل قوة أمامه. ويبقى أمامنا الرجاء العظيم في كثرة الغلة. عايزين بقى ثيران تتعلم من الثور القوي، عايزين ثيران تتعلم من الثور القوي، عشان كده ربنا اهتم يجهز تلاميذه ويبعته ويأيدهم. لما تتحركوش غير لما الروح القدس يحل عليكم، ستنالون قوة. عارفين ليه؟ عشان كل واحد فيكم يصبح ثورا قويا يستطيع ان يملأ المعالف في كل بقاع الارض. قال لهم تكونون لي شهودا فين يا رب؟ في اورشليم واليهودية والسامرة وايه؟ والى
وكل أقطار العالم وكل أقطار الأرض. إيه ده يا رب؟ آه معالفة تنتشر عشان ليا شعب، ليا حصاد وفير في كل بقاع الأرض، عايز معالف تنتشر عشان الناس تشبع، تشبع من طعام حقيقي وتشبع من غذاء حقيقي، وبالتالي تسمن وتعود لها حالة من الهدوء والسلام والراحة والفرح بالخلاص، اللي هي بقى الحرية. ايه الحرية الحقيقية؟ انا كتبت كده، كتبت تعود الابقار. وقد امتلأت المعالف بالنعم والخيرات السماوية والبركات الالهية التي ملأت بشريتنا بثمار الخلاص المحيية، حيث تعود الابقار تلعب فرحة وتقفز مبتهجة، تملأ الحقول لا في تشويش وفوضى، بل في لياقة ونظام اسمه حرية مجد أولاد الله. الحرية الحقيقية التي وهبها لنا المسيح لما ملأ المعلف. عشان كده المسيح قال في يوحنا 10: أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يعمل إيه؟ يقول لك يخلص، يدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى. دي مش أبقار تلهو في فوضى، لا، دي أبقار تتحرك في حرية. تتحرك في حرية ليه؟ شبعانة، شبعانة وشبعانة صح، تخش تمتلئ وتخرج ممتلئة، تعلن أن لها معلف يشبعها بالحقيقة. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.